اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى ويقول يا كريم، فقال النبي صلوا على النبي، فقال النبي وراءه يا كريم، فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتسأ بي يا وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد. فقال له النبي صلوا عليه، صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى، ودخلت مكة ولم ألقى. قال له النبي أنا نبي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال ولم أرى، ودخلت مكة ولم ألقى. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي.
فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له: يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لك: كل هذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسب؟ فقال الأعرابي: والله يا نور العين يا جد الحسنين، لو حاسبني ربي لو حاسبنا. قال له النبي: وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال: إن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جودي وكرمي. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. فقال جبريل الأمين: يا حبيب قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه، هو الكريم هو الرحيم هو العظيم. Baik, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, saya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih. Ciao.